ابو حميد برضو نفس الكلام، يعني فاكر اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، يعني يوم ما يتنسيش. انا بقى لي حوالي كده 12 سنه في النادي الاهلي. دخلت ده عندك كام سنه دلوقتي؟ كام سنه دلوقتي؟ انا دلوقتي 19. 19 دخلت النادي وانا عندي 7 سنين. 7 سنين. ابتديت الاول في الاكاديميه، في اكاديميه مدينه نصر. وبعد كده طلعت للقطاع، كانش لسه الفريق بتاعي موجود، يعني كان اصغر سنة، كان مواليد 2000. يعني لسه كان لسه بيجمعوا السن بالظبط. كان لسه كان 2000، كنت مع احمد يعني في الفرقه وقتها. كان كابتن امين عرابي هو اللي كان خدني من الاكاديميه في الفتره دي. كملت الموسم ده كله مع مواليد 2000 لغايه بقى ما الموسم الجديد اتكون فريق 2001، والحمد لله لغايه النهارده متواجد مع الفريق. طب افتكر لنا بقى مين المدربين اللي من بدايه وانت 7 سنين دخلت قطاع الناشئين النادي الاهلي، مين المدربين اللي عدوا عليك؟ عدى عليا طبعا مدربين كتير، ومدربين اتعلمت منهم كلهم طبعا حاجات كتيره جدا. عدى عليا كابتن عصام صلاح، كابتن احمد سراج، كابتن محمد شرف، طبعا ده ليه فضل كبير عليا بعد ربنا في اللي انا وصلت له. كابتن امين عرابي، في مدربين كتير يعني مش عايز انسى حد يعني.